أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض مدحها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأقمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولح الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من علي فعل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأل حومن في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آين فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهات زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على بطائنوها من استبرق وجنى الجنتين دان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونه مجنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدحمتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورة في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وبقار حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.